Alors, السلام عليكم. معكم السيدة لجوم مريم، مسؤولة تجارية في كل المنتجات الرقمية الموجهة للعرض والإشهار الداخلي والخارجي في مؤسسة ديناميك. شركة ديناميك هي شركة عندها أكثر من 20 سنة، هي متواجدة في السوق الجزائري، عندها تخصصات كثيرة. التخصص الأول متخصصة في صناعة الهياكل الحديدية لمختلف المنتجات الرقمية المخصصة للعرض. عندها تانيك لافيشاج اوربان ستادير للاشهار، وعندنا تانيك لابياج اندستريال. هادو تخوا اكتيفيتي تاع شركة ديناميك. مؤسسة عفوا المنتجات تاعنا ما نقدرش نقولوا هي منتجات 100% نجيبوها من الخارج، لان بصدد صناعة الهياكل الحديدية، c'est-à-dire les structures elles sont faites à notre niveau. عندنا une chaîne de production ولكن les écrans ou ce qu'on appelle اللوحات الرقمية رانا نجيبوهم من الخارج. سما نسبة الإدماج حاليا راهي 50%، وإن شاء الله الهدف ديالنا إن شاء الله في المستقبل أن نرفع من نسبة الإدماج. ونقدر نقول لكم باللي هذا الإشهار رانا عندنا أكثر من 20 سنة وحنا في هذا الدومين وون لو ميتريز بيان. المستقبل القريب إن شاء الله كما قلت لك الهدف ديالنا الأول هو الرفع من نسبة الإدماج. حاليا راهو نسبة الإدماج نقدر نقولوا راهو 50%، وإن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله نتمناو يكون أكثر من 80% إن شاء الله. اخر كلمه نقدر نوجهها هاد لو سالون سيتي تري انتريسون، كانت فرصه لكل المنتجين باش يتعرفوا وباش يطوروا من قطاع الرقمنه في الجزائر ان شاء الله. وهذا ما كان.